بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء في كل مكان لما كنتم، التحديات متواجدة والإثارة أيضا تنطلق مع الكل مباشرة مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط. ايضا نهاب سعيد بن علي بن الحميد الوهيبي من ينطلق مع المركز الاول، المركز الثاني من الجانب الاخر والتقدم من الواعيه حمد بن سعيد الوهيبي على ثاني المراكز، والمركز الثالث الوصول بنت ايضا هناك مسكت حمد بن علي السعدي على المركز الثالث، والمركز الرابع الاسماء المتواجده الشانيه مباركه بن حميد الوهيبي اللي ينطلق على المركز الرابع وخامس المراكز بشعر ناصر بن مسعود الدويكي. هذه النتيجة، اعود الى المركز الاول والعود احمد مع المراكز الاولى المنطلقة في هذا الشوط بشعار المهندس من ينطلق مع الصدارة في هذه اللحظات بقيادة الواعية حمد بن سعيد الوهيبي منطلقا نحو الناموس والانتصار. المركز الثاني التواجد ايضا هناك من هاب سعيد بن علي الوهيبي من يغير نحو المركز الاول. المركز الثالث من الجانب الاخر الشاهنية سالم بن سيف الدويكي القادم في هذه اللحظات، القدوم الاخر والتقدم ايضا من شعار سالم بن حمد المالكي، وصلت ايضا من الجانب الاخر سيوف ذياب بن سليم الوهيبي. هذه النتيجة للخمسة المراكز الاولى المنطلقة. اعود الى الصدارة الى الرباعية في هذا المركز الاول. بسم الله الله ما شاء الله تبارك الله، اذكر والله على هذا الشكل الجميل، على هذا الشكل المميز، الشكل الشهرية سالم بن سيف الدويكي. بسم الله عليك وحواليك، اللهم صل على النبي، على هذا الشكل الجميل، نوع فاخر مميز ينطلق مع اول المراكز. تهانينا وناموس لملك الشهرية سالم بن سيف الدويكي. المركز الثاني كانت هناك بشعار بن سليم اللي ينطلق مع سيوف ذياب بن سليم الوهيب. المركز الثالث الحين الخط النهاية، ونعتذر عن التوقيت، شرفنا فيكم بالتوقيت الزمني لهذا الشوط.